رمضان أقمما منة المنان قد جاء يحمل منحة الرضوان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التثبت والتبين. يقول تعالى في سورة الحجرات مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت من الأخبار. لا يكاد يمر يوم بل ربما ساعة إلا ونسمع خبرا عن فلان أو عن شيء يحدث أو سيحدث، وخصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الاتصال والتواصل، والمسلم مطالب أن يلتزم بحدود الشرع في هذا الموضوع وغيره، في نقل الأخبار وبث الأخبار ونشرها. جاءت هذه الآية العظيمة في سياق آداب كبيرة من سورة الحجرات، تتحدث عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آداب أخرى ذكرت في السورة. وهذه الآية جاءت بسبب حادثة بني المصطلق في جمع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليأتي بالزكاة من بني المصطلق، لكنه ظن أنهم يريدون قتله فرجع وخاف ولم يصل إليهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون قتله، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية يريد حربهم، لكنهم في الطريق جاءه وفد منهم وأخبره أن الأمر لم يكن كذلك وأن الرجل لم يصل إليهم. هذا الأمر إن كان بسبب حادثة محددة لكنه عام في معناه، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. ولها دلالات: أولا، قبول خبر العدل، هذا الرجل كان عدلا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عدم رد خبر الفاسق، وإن كان فاسقا لا نتجاهله ولكن نتأكد منه ونتثبت منه. الأمر الثالث هو ذم التسرع في إذاعة الأخبار وفي نشر الأخبار التي ربما تؤدي لأضرار كثيرة، بمجرد أن يسمع البعض خبرا ينقلوا له دون أن يتثبتوا منه هل هو صحيح أم غير صحيح، وربما يضيفون عليه بعض الأشياء، فهذا مذموم. يجب التثبت والتبين في كل الأمور، وعدم إساءة الظن. عدم إساءة الظن عندما ترى إنسانا يفعل شيئا ما أو يقوم بعمل ما فلا تسيء الظن به، فربما له سبب، ربما له مبرر لذلك. يعني قد في شهر رمضان قد تلمح إنسانا يفطر فلا تتهمه مباشرة، إنما قد يكون مسافرا، قد يكون مريضا، هذا إذا لم يكن مجاهرا، ولا يجوز المجاهرة بالفطر. أيضا التثبت بين الأزواج. يأتي رسائل ربما في هذه وسائل التواصل، هناك شياطين الإنس يستغلون بعض الأرقام يرسلون رسائل، فيجب ينبغي على الزوج والزوجة التثبت والتبين. ربما قد تأتي رسالة بالخطأ لا يقصدها الرجل أو لا تقصدها الزوجة. أيضا هناك أمر هام جدا، وهو التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، فينبغي علينا قبل أن ننشرها أن نتأكد من صحتها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والحمد لله رب العالمين. أتى رمضان بهلاله الريان.